هذا اللقاء يقرر أصلا عظيما من أصول الإسلام، ألا وهو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمها والعض عليها والاعتصام بها حتى ينجو الإنسان أمام الله تبارك وتعالى، وذلك أن الإسلام مبني على أصلين، فكل عمل صالح لا بد له من أصلين أو شرطين. الأصل الأول وهو إخلاص الدين لله وإفراد الله جل وعلا بالعبادة الذي خلق الله سبحانه وتعالى لأجله الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وكما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا هو الأصل الأول الذي بعث الله سبحانه وتعالى من أجله جميع الأنبياء، وبه انقسم الناس إلى سعداء وأشقياء، وبه يسعد المؤمن ويفوز بجنة الله، وبتركه والاستكبار عنه يشقى العبد ويخلد في نار الله والعياذ بالله. وهذا الذي جاء بتقريره الرسل حتى يعبد الخلق ربهم تبارك وتعالى، فلا يدعون إلا الله، لا يدعون الأموات ولا يدعون الغائبين ولا يدعون الموتى أو المقبورين، لا يدعون الإنسان الناقص الذي يموت ويبأس ويشقى ويمرض وينعس وينام ويبول ويمتخط ويتزوج ويموت ويفنى ويورث، هذه كلها من صفات النقص، ولذلك المخلوق لا يستحق العبادة، ومن صرف العبادة لأحد المخلوقين كفر بالله رب العالمين وترك الأصل العظيم والأصل الأول والأعظم في الدين وفي جميع الأديان التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله والتي رضيها للخلق حتى ختمها بالإسلام، أنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الشيخ العلامة حافظ الحكم رحمه الله: أول واجب على العبيد إفراد رب العرش بالتوحيد. وهذا هو الأصل المقرر عند السلفيين الذين يتبعون نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يعتقد أن مخلوقا يعلم الغيب
أو أنه يهب الذرية، أو أنه يتصرف في الكون، أو أنه يأتي بما سرق من الإنسان، أو أنه يعرف الغيب، أو أنه يتكهن به، أو غير ذلك من الاعتقادات الشركية والكفرية الباطلة التي جاء بحربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا خالصا صوابا خالصا لله، لا لمخلوق ولا من أجل مخلوق ولا لمكانة عند مخلوق، وصوابا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدد وفي الطريقة وفي الزمان وفي المكان وفي الجنس وفي القدر، على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الأصل الأول والشرط الأول في قبول جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فإذا فقد هذا الأصل بطل العمل وحبط أجره وفسد، وباء صاحبه بالخسران، ونزع عنه اسم الإيمان. الأمر الثاني والأصل الثاني والذي يدور حوله هذا اللقاء إن شاء الله، وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تأمر المؤمنين بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وأن السنة أيضا تأمر بذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكما أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن ملائكة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم
فقال بعضهم لبعض: إن لصاحبكم مثلا فاضربوا له مثلا. قالوا: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة وإن القلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل ابتنى دارا ثم صنع مأدبة ثم بعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: هو نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة وإن القلب يقظان. قالوا: الدار الجنة، والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل النار. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، أو قال فرق بين الناس، أي بين المحقين والمبطلين، كما قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجاءت كذلك الأقوال من الصحابة ومن بعدهم بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتغليظ على من فرط فيها أو عارضها أو شكك فيها، والآثار في ذلك كثيرة ومعلومة والحمد لله. فمن ذلك أن صحابياً حدث رجلاً بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف، وهو أن يضع الإنسان الحصاة بين السبابة والإبهام ثم يرمي بها، وقال: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنها لا تنكي عدواً ولكنها قد تفقأ العين وتكسر السن. قال: ثم وجده بعد ذلك يحذف، فقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وتحذف؟ والله لا أكلمك أبدا. وكذلك ما أثر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما ضرب ذلك الرجل المدعو صبيق الذي كان يتقعر ويتنطع ويفسر الدين والقرآن بغير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رفع إلى عمر وقد دعا أن يلاقيه، قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيق. زول داير يتفلسف على عمر رضي الله عنه. فقال له عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم قال له: كيف تقول في والصافات صفا وكذا وكذا من الآيات؟ قال: معناها كذا وكذا من غير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجلده عمر رضي الله عنه جلدا شديدا حتى قال: إن الذي في رأسي قد ذهب يا أمير المؤمنين، فإن كنت قاتلني فاقتلني. فنفاه عمر رضي الله عنه ونهى الناس عن مجالسته، فكان إذا جلس في حلقة فيها 100 قاموا عنه وقالوا: عزمة أمير المؤمنين. كل ذلك غيرة على دين الله جل وعلا. ولذلك كما قال العلماء والأئمة: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق أو قالوا هلك. ولذلك من أهميتها أن الله سبحانه وتعالى جعلها مما يتلى في بيوت النبي. ربنا قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، أي السنة.
والآيات في ذلك كثيرة جدا. والعلماء يا أخواننا أوردوا في كتبهم، صحيح البخاري صحيح مسلم غيره من الكتب، أوردوا كتبا وفيها أبواب، وفي الأبواب أحاديث كثيرة وآيات تحض الناس وتحثهم وتلزمهم بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث العرباض ابن سارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي أي الزموها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الحزبية أخواننا التي هي أصلا مذمومة هي مما يناقض التمسك بالسنة كما قال العلماء، وهي التعصب لكل رأي أو قول أو شخص أو جماعة باطلة، والمعاداة والموالاة في ذلك، ولا يشترط لها التنظيم. الإنسان يتعصب لقول باطل سواء صدر عن شخص أو عن جماعة منظمة أو غير منظمة، فهذا يعتبر من التحزب ومن الحزبية كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. قال: فإن قريشا والقبائل التي معها سماهم الله سبحانه وتعالى أحزابا، ولم يكن لهم شكل الأحزاب الحالي، ما كان عندهم يعني الأمين المالي وأمين الإعلام والأمين العام ونائب الأمين العام وأمين الطلاب، ما كان فيه، وإنما لأنهم تعصبوا للباطل ووالوا وعادوا عليه صاروا حزبا. شكد ربنا قال: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا ذم من الله سبحانه وتعالى بأنهم فرقوا الدين وجعلوه أديان وملل وقطع وأهواء، فذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. خطورة هذه البدع نكتفي فيها، أو الحزبيات أو الأهواء، نكتفي فيها بحديث واحد وهو من الأحاديث المتواترة، وهو من أحاديث الحوض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. قال: وليذادن أقوام من أمتي من على الحوض، أي يطردون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلام. قال: أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: فأقول: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا. النبي عليه الصلاة والسلام يكون أمامنا على الحوض، فيأتي أناس من أمته عليه الصلاة والسلام يشربون من حوضه عليه الصلاة والسلام، فتطردهم الملائكة وتذبهم مع أنهم عليهم علامات الصلاح، علامات من علامات الصلاح، وهي الغرة التي تكون في جبينهم من أثر السجود ومن آثار الوضوء، وكذلك في أيديهم وفي أرجلهم التحجيل من آثار الوضوء، فيهم أحدهم ليشرب فتضربه الملائكة وتدفعه وتذوده عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: أمتي أمتي، أي هذا من أمتي،
فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أحدثوا أي جاءوا ببدع وضلالات في الدين ما كان عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحزبية هي صور أو صورة من صور هذه البدع والأهواء التي تهوي بصاحبها في النار. يتعصب الإنسان لكلام باطل يوالي ويعادي عليه ثم يتورط فيؤصل له ثم يصير بذلك كذابا يكذب على الناس ويكذب على دين الله، نسأل الله العافية والسلام، ثم يغرق في الضلالة فيصير من أشد الناس على السنة وأهلها، فينكر الأحاديث ويتأولها على غير تأويلها من فهم السلف والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم يذهب ليميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجج واهية يقيم فيها المبطلين ويحاول أن يهدم فيها المحقين فيهوي على أم رأسه. وما الساحة الدعوية عنكم ببعيد، وقع الناس بسبب هذه الحزبيات في أمور يستغرب منها كل عاقل. طيب، وهي مذمومة بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، وكل أمر في القرآن نهى عن التفرق فهو يذم هذا التحزب. طيب، أول نصيحة أنصح بها نفسي أولا ثم إخواني ثانيا، أن يخلص الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى وألا يبتغي به عرضا من أعراض الدنيا. وأن يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، أي في الحياة الدنيا من الأعمال الصالحة، وباطل ما كانوا يعملون. فلا بد يا أخواننا الإنسان يخلص العمل والدين والنية لله سبحانه وتعالى في جميع أموره، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في أعماله وفي قلبه وفي نياته وفي خطراته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. ثانيا من الأمور والنصائح الاعتدال في محبة أهل الخير، الاعتدال في محبة أهل الخير، لأن ذلك يفضي بإنسان يحب صاحب خير إذا انحرف أن يتبعه وأن يتحزب له، وهذا كثير، حتى وصل الحال ببعضهم أن يقول ممن ينسبه العامة والمساكين إلى السنة أن فلانا لو خالف السلف فأنا معه لأنه يحبه، وهذا من الغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم.
لعلي أن أنال بهم شفاعة، أي بمحبتهم، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. فأنت تحب الإنسان لله، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي لأنه أطاع الله وترك مخالفة أمر الله، فأنا أحبه لذلك. فإن خالف أمر الله وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك طاعة الله سبحانه وتعالى، زال السبب الذي من أجله أحببته له، وبذلك تزول المحبة له. فإذا تعامل الناس جميعا بذلك ستحل جميع مشاكله. ولذلك في كثير من المواطن أوصى العلماء بألا يتعصب لهم، أوصى بذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال: إذا رأيتم قولي يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وكذا جميع الأئمة، وذكر ذلك العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية ولا الثورية ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا، أي من الكتاب والسنة. فيحب الإنسان أخاه أو من عنده خير من علم أو فقه أو غير ذلك لما فيه من هذا الخير. فإن خالفه فإنه يبغضه بقدر هذه المخالفة ولا يغلو فيه. في ناس بيضاربوا لناس عشان ناس يضاربوا، يقول لك: والله الزول ده نحن بس معاه، وأي زول يتكلم فوقه نحن بنديه عكاز طوالي. فهذا من الغلو. وفي ناس بيمتحنوك بإنسان ضال. واحد من أخواننا واحدين عندهم خلوة ومشغل بعض المحاضرات لبعض إخواننا، فلموا فوقه ولقوه بيحضر في هذه المحاضرات فطردوه من هذه الخلوة، وكلام كثير جدا. ولذلك أخواننا الإنسان لا يغلو في إنسان، ودائما الحق يكون أحب لك، يكون الحق أحب لك من الأشخاص. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر له قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في حج المتعة، وذكر لهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب غضبا شديدا وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، وهما من هما رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثانيا أو ثالثا من النصائح: ترك المجادلة والمخاصمة مع أهل الباطل والضلال في كل مكان، أو في كل مكان يوجد فيه هذا النقاش وهذه المجادلة، إلا
لمن كان متمكنا من مجادلتهم، وكان في ذلك مصلحة شرعية، فهنا لا يحرم عليه المجادلة والمناظرة والمناقشة، أما سوى ذلك فيحرم، فيتحزب الإنسان ويصير من هؤلاء الحزبيين بسبب مناقشته معهم وقوله أنا أريد أن أستخرج منهم كذا وكذا، كما قال الإمام الآجري وغيره من أهل العلم ومن السلف رحمهم الله تعالى، ويقول أنا أقوى على مجادلتهم ومناظرتهم وما عندهم علم، والحق عندي واضح، أو أنه يجالسهم ويستمع إليهم ويدخل ويخرج معهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، أي في سورة الأنعام، وهذه الآية في سورة النساء، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي هذا المقام يعني أذكر وأنقل إن شاء الله نقلين، الأول للإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، كتاب شرح السنة في الجزء الثاني من الصفحة 224، ليعلم وليوقن وليزداد أهل اليقين يقينا أن منهج السلف رحمهم الله تعالى ترك مخالطة أهل البدع من السلام ومن الكلام ومن المشي، لأنهم يؤثرون، والصاحب ساحب، والمرء بخدمه، ولا تصاحب إلا مؤمنا ولا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فلا تجامل في الدين. الصفحة 224، وذكر في ذلك الآيات والأحاديث. قال باب مجانبة أهل الأهواء، وذكر الأدلة من القرآن أولا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه، وقال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وقال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وقال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي صاروا أحزابا وفرقا على غير دين ولا مذهب، وقيل اختلفوا في الاعتقاد والمذاهب. وقال سعيد بن جبير أولي الأيدي والأبصار، الأيدي القوة في العمل، والأبصار بصراء بما هم فيه من دينه. وقال مجاهد منه آيات محكمات الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضها بعضا، وأدلة كثيرة. ثم ذكر من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه تلا الآية من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وذكر أحاديث أخر منها ما رواه الإمام مسلم في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، إياكم هذه على التحذير. وكذلك ما أورده الإمام مسلم في المقدمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. أورده الإمام مسلم أيضا في عدم يعني اعتبار الغيبة لأهل البدع والأهواء. قال الشيخ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أي البغوي عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيها، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته،
وسنة أصحابه رضي الله عنه. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي بعد ذلك رد على شيء قد يتوهمه إنسان، قال: والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوب. ثم ذكر حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه، ثم قال: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة، وعلماء السنة ليس علماء الحزبية. ولذلك يا أخواننا، أيضا من الأمور التي تجنبك الحزبية ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يعرف الحق بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق، فعرف الحق تعرف أهله. فهذه هي كتب السلف. فإذا رأيت إنسانا عرف عنه أنه له شيء من العلم أو كذا خالف هذا الحق، فلا تترك الحق لمكانة هذا الإنسان. قال: وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرته. مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين، يعني ده إجماع بتاع منه؟ ها؟ أول حاجة الصحابة، بعد ذلك التابعين وأتباعهم وعلماء السنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق إجماعهم، وده أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإجماع هذا هو الإجماع الذي يكفر صاحبه، هذا الإجماع الذي اتفق العلماء على أنه يكفر من خالفه، إجماع الصحابة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا خالف الإنسان إجماع الصحابة مستحلا لذلك، فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عمر في أهل القدر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات. أصحاب الخصومات دي لو أنها ما صدقت على أصحاب الفيس والواتساب لن تصدق على أحد غيره والله. طيب، قال: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. طيب، نصلي إن شاء الله ونكمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ، أخونا الشيخ آدم جزاه الله خير نبهنا لكلمة قلتها في بداية الكلام، إنه أنزل الله الأديان. والصحيح كما ذكر الشيخ مقبل، كما يعني نقل لنا الشيخ آدم، أن يقول: أنزل الله الدين والشرائع، لأن الدين واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. هذا هو الصحيح. طيب، نواصل إن شاء الله في نقل كلام الإمام البغوي رحمه الله في مجانبة أهل البدع والضلال واجتناب طريقتهم.
وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. فولى وهو يقول بيده: ولا نصف كلمة. وقال سفيان الثورية: من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سفيان الثورية: من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبه. قال الشيخ: ثم هم مع هجرانهم كفوا عن إطلاق اسم الكفر على أحد من أهل القبلة، وذكر مخالفة منهج الخوارج في تكفير أهل البدع، ثم ذكر كلاما طيبا في ذلك، وأنه لا يسلم كما قال الإمام مالك: بئس القوم أهل الأهواء، لا نسلم عليهم. والدليل طيب، إذا إنسان سأل الدليل شنو؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم على كعب ابن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن الغزوة وجاء صادقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بأنه تخلف ولم يكن له عذر. قال العلماء كما قال ابن القيم في زاد المعاد: فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب وسلم قال فتبسم تبسم المغضب ولم يرد عليه، ثم ذهب فتسور حائط أبي قتادة وهو ابن عمه وحب الناس إليه، فقال: أنشدك بالله، تعلمني أحب الله ورسوله. قال فسكت. قال: ثم عدت له فنشدته فسكت، يعني استحلفت بالله. قال: ثم عدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. قال: فبكيت. قال له: بتعلمني أنه أنا أحب الله ورسوله وهو ابن عمه وأحب الناس إليه. قال: فقال الله ورسوله أعلم. قال: فوليت وفاضت عيني. من الأمور المهمة، من النصائح التي هي سبب إن شاء الله لنجاة الإنسان من الحزبية، أن يتعلم الإنسان السنة، أن يتعلم الإنسان هذا أمر، وأن يتعلم السنة هذا أمر آخر. فالفقه والعلم عصمة للإنسان من الفتن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الفتن، قال: ويقل العلم ويفشو الجهل، أو قال: ويكثر الجهل. فإذا كثر الجهل وانحسر العلم وقل العلم وقعت الفتن من الشرك. عشان كده كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري وغيره أن الشرك في قوم نوح لما صنع أولئك التماثيل وهلكوا وتنسخ العلم عبدت من دون الله. فإن العلم يدفع الفتن ما ظهر منها وما بطن بحول الله وقوته. فإذا لم يكن هناك عالما فإن الفتن ستكثر. فإن كان هناك علماء ضلالة فما أعظمها وأشدها من فتنة. ولذلك العلم، ثم أن يتعلم الإنسان السنة، والسنة هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أبواب الدين. وأيضا السنة هي العقيدة، ولذلك العلماء قالوا أصول السنة كالإمام أحمد، وشرح السنة للبربهاري، وشرح السنة والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، والسنة للإمام المزني وغيره. ولذلك الإنسان يتعلم السنة، يتعلم التوحيد، يتعلم العقيدة، يتعلم الاستواء، يتعلم القدر، يتعلم الإيمان، يتعلم
محبة الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم والكف عن مساويهم ونشر محاسنهم بين الناس، يتعلم ما جاء في كرامات الأولياء، ما جاء في باب الأسماء والصفات، ما جاء في باب الإيمان والوعد والوعيد والخوارج والمعتزلة، ما جاء في الإيمان بالغيب والجنة والنار والقبر والميزان والصراط وأمور الآخرة، ما جاء في رؤية المؤمنين ربهم وحجب الكافرين عن ذلك. فيتعلم الإنسان هذه السنة، فهي سبب له إن شاء الله تعالى في أن يبتعد من هذه الحزبيات وأن يتركها وأن يكون بعيدا منها. كذلك أخواننا، وهذه أيضا مسألة تدخل في مسألة مجانبة أهل الباطل والحزبية، أن يتخير الإنسان جلساءه وأصحابه، وأن يبتعد الإنسان من أصحاب السوء إن كان له أصحاب حزبيون من زمان أو كانوا أصحابه قديما فيتركهم ويبتعد عنهم، خاصة إذا كان ضعيفا في العلم. ودليل ذلك أن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم قتل العابد فأكمل به 100، ثم سأل العالم قال: ولكن أخرج من أرضك أرض السوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله سبحانه وتعالى، فخرج إليه. فيترك الإنسان مكان المعصية والضلالة والبدعة والحزبية وما يدعوه إلى ذلك وما يذكره بالحزبية وأصحابه. لو زمان عندك أوراق بتذكرك بهم، أو شهادات بتذكرك بهم، أو أمور أو أمر من الأمور تذكرك بهم، فتحرق ذلك وتترك ذلك وتبتعد عنه وتجتنبه. والوصايا في ذلك كثيرة، والمشايخ الحمد لله موجودون، فأفتح الفرصة للشيخ أحمد البدوي فليتقدم مجزيا مشكورا.